الله يا شيخ، اسم الاله، الاله المحسن، هل هي من اسم الله؟ وان قيل انها ليست من اسم الله، هل يؤمر بتغييرها؟ اما المحسن فورد في حديث رواه عبد الرزاق وغيره وهو معلول، ورد ان محسن اسم من اسماء الله، والحديث فيه معلول رواه عبد الرزاق وغيره. ولكن الله جل وعلا محسن يحب الإحسان، قد كتب الله جل وعلا الإحسان على كل شيء، حيث أن الله جل وعلا يحب المحسنين فهو أولى بهذا الخلق الجميل والصفات الجميلة في الإنسان. ولكن الحديث الوارد إن الله محسن هذا معلول رواه عبد الرزاق وغيره. وأما اسم الله الإله، فالله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. وإذا عرف الإله بالألف واللام لا ينصرف إلا إلى الله. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإله معرف بالألف واللام لا يطلق إلا على الله. وجاء عند ابن إسحاق في السيرة بسند فيه لين أن عبد الرحمن بن عوف حين كان مفوضا للتفاوض مع كفار قريش قالوا له لا نناديك بعبد الرحمن، فاجعل بيننا وبينك اسما نناديك به. فاتفق معهم على يسموه عبد الإله، فاتفق معهم على يسموه عبد الإله. وهذا الأثر كما قلنا فيه ضعف، والتي يقتضي شهرة فيما مضى، إن على أقل تقدير يكون عن ابن إسحاق، وأن هذا كان معروفا فيما مضى. ظاهر من الأدلة كلام العلماء وسياقات الألفاظ أن الإله اسمه من أسماء الله جل وعلا ويعبد به، قال عبد الإله، يدل على ذلك ما تقدم وإلهكم إله واحد.